كبسه تكبسها يسطا. خلينا نطلع اخر شيء على الباور ان 3 فيسز. خليني افترض انه عندي فيه 3 فيز لود وعندي هون هي في اي ال واي فيز، في عندي هون هي في فيز وهي في اي. هلا خلينا اول شيء نطلع على هذا اللود لحاله، قديش الباور اللي باخده؟ كقاعده دائما اي عندي لود شو بيساوي؟ في اي، شو لازم تكون في واي حتى يكون هذا صحيح؟ ايش لازم تكون؟ ار ان اس. تمام، اذا عندي الباور اللي باخذها 1 فيز بتساوي اي فيز، طبعا هاي لازم تكون ار ان اس، في فيز لازم تكون هذه ار ان اس، مضبوط؟ لكن هاي الابارنت باور، اذا في بينهم فيز انجل شو راح تصير الباور؟ كوساين فاي اللي هي بين الاي فيز والفي فيز، ماشي واضحه النقطه هاي؟ هاي يمكن انتم مش ماخذينها. طيب الباور اللي بسحبها اي سي سيستم بتساوي اي في 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 كوساين فاي. طيب لو اخذت 3 سيستم بتساوي باور 3 فيز شو راح تساوي؟ هذا متماثل مع هذا متماثل مع هذا، شو راح اضرب هاي الكميه؟ بثلاثه، اذا هاي بتصير 3 اي فيز، راح اجيب الار ام اس، احنا فاهمين انه هذا كله ار ام اس، في فيز كوساين فاي. طب لو انا بدي احول الان من في فيز اي فيز الى في لاين اي لاين، بالحاله هاي اي لاين واي فيز ايش بقدر اقول عنهم؟ لا اي اي واي هي اي لاين. اي لاين نفس اي لاين هي نفس اي فيز مش هيك؟ اذا بامكاني احول محل اي فيز ايش احط؟ اي لاين بدون اي تغيير. وكوساين فاي بقدر اخليها نفسها. طيب في فيز بدي احول الان من في فيز لفي لاين. اذا لاحظوا انتبهوا على العلاقه، في لاين شو بتساوي؟ جذر الثلاثة في فيز، إذا في فيز شو بتساوي؟ في لاين على جذر الثلاثة، إذا محل في فيز ايش بحط هون؟ في لاين على جذر الثلاثة، ثلاثة على جذر الثلاثة شو بتساوي؟ جذر الثلاثة. إذا هاي بتصير عندي جذر الثلاثة اي لاين في لاين كوساين فاي. لاحظوا فاي هي أي زاوية؟ بين مين ومين كانت الزاوية هاي؟ لا اللي هي جاوبوني بالامبيدنس بتكون الزاوية. بس بين مين ومين كانت لما ضربناها هون؟ بين اي فيز وبي فيز. اوكي هاي نقطة مهمة. فاي هي الزاوية ما بين اي فيز وبي فيز. ثيتا اللي هون او فاي هي الزاوية بين اي فيز وبي فيز. الكل فاهم شو يعني زاوية بين كرنت وفولتج؟ يعني إذا عندي هاي الكرنت أو هذا الفولتج هذا V و I متأخر عنها مثلا ب 45 درجة هاي I وهذه هي الكرنت، هل الكرنت لاجينج الفولتج ولا ليدنج الفولتج؟ لا لاجينج. ليش؟ لأنها تأخرت عنها، إجت عنها بعدها بفترة، فالزاوية هاي هي تأخر I عن V. وين هذه الزاوية؟ هي هذه الزاوية هي فاي اللي احنا بنحكي عنها. فالزاويه اللي بتكون ما بين في واي بتاثر على الباور الريل باور اللي بعطيني اياها. بي ايش وحدتها؟ الباور ايش وحدتها؟ واط. ماشي واضحه؟ اذا هذه الثري فيز سيستم، هاي هي الباور للثري فيز سيستم، هي اي لاين في في لاين في جذر الثلاثه في كوساين فاي، فاي هي الزاويه ما بين اي فيز وفي فيز. مش معناته تقديم